هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعين الاعزاء عشاقي الاصاله ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة ومحبي هذا الموروث الشعبي الأصيل، هكذا أشواطنا مستمرة ضمن تحديات التمهيدي الثاني لسن الحقايق هنا في ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في إمارة دبي، حيث نرحب من جديد بإخواننا اللي قادمين من جميع ميادين الدولة ومن جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي الكبير للمشاركة في هذه التمهيدية. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس الذي يسير بحفظ من الله ورعايته الخاص بمنافسة الإبكار. إلى البداية مباشرة إلى المقدمة، ضوء اللي تحتل المقدمة لسعيد بن علي بن نافع الكتبي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما القدوم والانطلاق من طرف محمد بن سلطان بن علي بن ميرين الكتبي يتقدم على ثاني المراكز بينما يليها في المركز الثالث هذه هي تتقدم تمويه سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما أجد على رابع المراكز اللي تتقدم وتأتي في هذه المنافسة القوية والمثيرة. تأتي هنا الظفرة، الظفرة لراشد بن محمد بن ملاح المنصوري، بينما أجد في المركز الخامس هذه هي سلهود مروان بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلي، هكذا هي النتيجة والنضال الخمسة المراكز الأولى. ولكن العودة، العودة إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة وإلى ضو 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 اللي على المقدمة القادمة من المصانع الجنوب التراثية راعي ريام، أتذكر ريام بهذا الشعار. تتقدم هذه هي ضو بشعار سعيد بن علي بن نافع الاكتبي القادم من القوع، بينما أجد على المركز الثاني هذه هي ترف، ترف لمحمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي تتقدم على ثاني المراكز، بينما أجد في المركز الثالث الظفرة راشد بن محمد بن ملاح المنصوري يتقدم مع المركز الثالث، بينما اللي تتقدم مع المركز الرابع هذه هي تتقدم اللفحة، لفحة لمايد بن راشد بن ضحاك المنصوري، بينما أجد شعار بن عنتر الغفلي على المركز الرابع يقدم لنا سلهودة مروان بن خليفة بن سعيد الغفلي. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، ومن بقى الغمة يسجل الحضور في هذا اليوم ما شاء الله وتبارك الله. ضوة هذه هي ضوة، لا تقربون الضوء بالفعل، اللي غاد مخدوم قوي منذ أيضا الانطلاقة، وهي المسيطرة، وهي المسيطرة على المقدمة هذا، على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول سعيد بن علي الله بن نافع الكتبي ينطلق على الصدارة، ينطلق على المركز الأول، بينما ترف اللي رفع راية التهديد، رفع راية التهديد مع المركز الثاني محمد بن سلطان بن ميرين الكتبي، ولكن الهشامي، الهشامي وبن يراو الله، بدأت الأوامر، بدأت التحديات، بدأت المتعة مشاهدينا الكرام. ها هو الهشامي يقدم لنا أرصاد، أرصاد وهناك دخول من أرصاد نعم لهلال بن سعد بن سعود الربيعي يتقدم في هذه المعركة، وهناك بن يراو مع هملولة، هملولة سلطان بن يراو بن محمد المنصورية، وهنا بن ميرين وبن نافع. المعركة وين؟ المعركة وين؟ السلامات، التحديات الأخيرة، الربيعي 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 معك يا رصاد، معك يا رصاد، ترصد مشاهدي الكرام المركز الأول حتى الآن، ولكن هنا ترف، ترف اللحظات الأخيرة وارصاد، ارصاد هي تفوز وتنطلق بناموس هذا الشوط هلال بن سعد بن سعود الربيعي. ومشكور الهشامي، مشكور الهشامي على هذا الهوز والانتصار لحظة وصولها إلى خط النهاية، بينما بن يراو يحتل المركز الثاني. أما دخول جماعي ما بين بن يراو وأيضا لفحة لماجد بن راشد بن ضحاك المنصوري، عثرة
من احتلت المركز الثاني من خلال هذا الوصول إلى خط النهاية. نتابع هنا مع لجنة خط النهاية. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء اللي وصلت هذه هملوله لسلطان بيريو بن محمد المنصوري، المركز الثالث هذه لفحه لماجد براشد بن ضحاك المنصوري، رابعا وصلت في ترف لمحمد وسلطان بيريو التبي، المركز الخامس وصلت في مشاهدينا الاعزاء اللي هي مياسه لسعيد بن غصاب رعطيره العامريه. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. نعود بالتهنية إلى مالك إرصاد للتوقيت الزمني 4:42. تحية مشاهدينا الكرام لمالك إرصاد هلال بن ساعد بن سعود الربيعي على هذا الفوز والانتصار، ومشكور الهشامي على هذا الأداء التي قدمت لنا إرصاد.